طيب اليوم حنقرأ سورة الفاتحة ونحكي عن بعض الأخطاء الشائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هنا أنا وقفت عند العالمين، صحيح. أما بالصلاة نحن ممكن بس إجماعها ما في إجبار أعطيها الفتحة، كيف يعني؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في ناس بالصلاة هنا وعم بيصلوا بيقرأوها بطريقة سريعة على أساس هو عم يوقف، بس هو ما بيكون عم يوقف وما بيعطي الحركة فبتصير خطأ. يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هي صارت فيها مشكلة. متقطع يعني عم بيقرأ مثل ما بيقرأ قراءة. نعم، إذا متقطع لازم يسكن الحروف ويعطي مجال، وإذا مش متقطع لازم يضل آخر حرف محرك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هون في ناس ممكن ترقق الصاد أول شيء، تصير صراط، هذا خطأ. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، المستقيم في ناس بقرأ المستقيم كأنه السين تصبح صاد والتاء تصبح طاء، تصير المستقيم، هذا خطأ. وهي لازم تكون المستقيم. المست مش طاء. أيوة المستقيم. المستقيم نعم، هي بالأول شوي بتلبك. نعم. فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كمان كلمة الضالين هي لازم تمد 6 حركات تجويديا، يعني مش غير صحيح تجويديا نقول مثلا ولا الضالين، خطأ، لازم نقول ولا الضالين. هو أخطاء شائعة. نعم. يمكن لعدة أسباب، حفوة طبعا، سرعة، يمكن لعدة تكرار، الله يرحم الموتى، طبعا تقال بمحافل عادة وبتقال بالصلوات، صح؟ بالصلوات وبتقال مثلا بجلسات العزاء، بالفواتح، حتى إذا بالمقبرة على تقال أنه على الروح يهدي الفاتحة إلى روح فلان. نعم. فواجب، وهي لأنه بالصلاة فمهم تقرأ بطريقة صحيحة. نعم، نحن نشكرك كثير حضرت القارئ على المعلومات القيمة واللي لازم تتصلح، ونحن شغلتنا على قناتنا نضوي على أخطاء شائعة ونحاول تحسينه. شكرا لكم، تابعونا على العالم. شكرا.